معجزة كروية بكل المقاييس تحسب الجميع مكون النادي. أكيد بأن أولا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى باش نكونوا واضحين، باش أبخي يعني الجميع شارك. زعما أنا أشك في كل ندوة صحفية أشكر الناس اللي تتشارك، الأنصار أولا، المسؤولين على الشأن المحلي كذلك، رئيس الفريق، المكتب المسير، اللاعبين كذلك، هما لي زاكتور، الطاقم التقني والطبي والإداري، كل شيء شارك في هذا الإنجاز، إنجاز ستذكره الأجيال لسنوات عديدة، لا أظن أنه سيتكرر يعني في هذه الألفية هذه، جو بونس با، باسكو في العالم ما شبال با دو ماروك، في العالم بأسره، أنه بينا بأن لا شيء مستحيل، مستحيل ليس طنجويا، وأنا نميلو ما نطيحوش، وشي فخور زعما بانتمائي لهذا الفريق. فكروا فيا وكما ذكرت في الندوة الصحفية من غريب الصدف أنه أنا يعني مضيت العقد ديالي 20 يناير جونفي، اليوم رحنا 20 يونيو وتحقق الحلم، يعني 5 أشهر سوفي دو ترافاي. زعما الجزاء من جنس العمل، ما يمكنش من المجهودات ديال الجميع، مجهودات الجميع. شو تخو كونتون، فخور في كل من ساهم، كل من وفر الظروف المناسبة للاشتغال. اشتغال الغينا النجوميه داخل مستودع الملابس، الغينا الرسميه المطلقه. احنا كما ذكرت اللاعبين قلت لهم بانهم غادي من الان فصاعدا ساتخذ قرارات كلها غادي تصب في مصلحه الفريق ليس في مصلحه الاشخاص، واستوعبوا الخطاب، وهذا تيدل على نضجهم الكبير. احنا عندنا 34 لاعب، في كل مره 14 لاعب يشاهدون مباراه اتحاد طنجه، فريق ديالهم اللي عندهم معاق عبر الشاشه. وفي استئناف التدريب تيكونوا حاضرين بواحد الروح مرحه، بواحد الرغبه مضاعفه. زعما لي جوار سون دو بون فامي المربين، اكيد هذه فرحه مضاعفه. سوف نحدد هويه بطل المغرب لهذه النسخه. فوالا هادشي اللي كاين، وهضر بان الانجاز تكلم عليه الصحافه العالميه. كلمه للجمهور طنجه. اكن لهم كل الاحترام، يعني صبروا معنا ولا مره لا في الشارع ولا في التدريب ولا في المقابلات ولا مره زعما عطوني شي شحنه سلبيه، وكاع زعما تيعطوني ديما شحنه ايجابيه. فوالا انا تكلمت عليهم ما مره، عقليه لاتينيه، مربين دو بون فامي، و زعما جمهور مثالي زعما للامانه. الجمهور اللي امن بنا، اكيد نورمال في البدايه كانوا انتقادات، نورمال لقاشو مال المشروع حكموا عليه بالفشل فئة كبيرة، لا أحد كان ينتظر بأن تكون هذه الرومونتادا، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم. فوالا سنواصل الاشتغال، لكن سوف نستعد بكل جدية للموسم المقبل. لكن أولا خصنا نكونوا فير بلاي، غادي نلعبوا الماتش ديالنا، أون دوا فيغ لو ماتش اللي خصو يدار باش اللي يستحقوا ولا يكون بطل المغرب. فوالا هادشي اللي كاين.